رجعنا مرة تانية مع الفقرة المميزة في حلقتنا، فقرة الصحة والرشاقة. النهاردة إن شاء الله هنكمل باقي أسئلة جمهورنا اللي اتبعتت لنا علشان نقدر نرد على أكبر قدر ممكن من أسئلة حضراتكم. طبعا هيرد على أسئلتنا النهاردة ضيفتي اللي منوراني مشرفاني في الاستوديو، دكتور مي عبد اللطيف، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. منورانا. مرسي، ده نورك والله. طبعا احنا يعني في البداية قبل ما أتكلم على أي حاجة خالص هقول لك إنه في ناس كتير لسه بتشوفنا لأول مرة ويمكن داخلين على الفقرة ما يعرفوش احنا بنتكلم على ايه، فاحنا أول حاجة عايزين الأول نعرف أصدقائنا بشركة أون تارجت فارما هي ايه وهي مين وبتعمل ايه علشان ندخل بقى كده ايه مع بعض بعد كده في الحاجات المهمة بقى. ماشي، احنا شركة أون تارجت فارما كل اللي ماسكينها دكاترة خبراء في التغذية. الهدف أو التارجت بتاعنا إن احنا عايزين يعني نقضي على السمنة كويس. نخسس الناس، وإن أهم من ده إن هم يعيشوا صحتهم يعني تبقى حياة أفضل، يعيشوا يقدروا يتمشوا يخرجوا يعملوا كل اللي هم يعني يمارسوا حياتهم بصحة جيدة. بالظبط، دي أهم حاجة عندنا. في الخسسان سهل جدا، أنا ممكن أدخل من على النت أعمل اي دايت اي حاجه وهلاقي نفسي خسيت، بس هنزل من جسمي الفيتامينز مينرالز عضلات لانه بخس غلط. بالظبط، فهو ده هدفنا ان احنا نحط الناس على الطريق الصح، انه ازاي يخسوا بشكل صحي وازاي كمان يستمروا، يعني ما مثلا ما اقعدش مثلا اسبوع او اسبوعين اخس الكام كيلو اللي انا عايزاهم وبعد كده ازهق. شكرا. او ارجع تاني انا اتبسطت خسيت الكام كيلو اللي انا كنت محتاجاهم خلاص بقى كده. لا، احنا بنلازم ان احنا بنظبط النظام الغذائي بتاعهم بالفريق الطبي المتكامل اللي عندنا، بنتابع مع العملاء بتوعنا واحنا شركه اونلاين، عشان برضو هدفنا ان احنا عايزين نوصل لكل بيت، عايزين كويس. ندخل لكل الناس ولكل الفئات. الناس هتقدر تروح لدكاتره التغذيه طول الوقت. بالظبط، في ناس بتكسل اصلا جدا، يعني اي مثلا تروح لدكتور لاي حد، فلا احنا بنسهل لكم المتابعه، بنسهل لكم الكشف، بنبعت لكم النظام الغذائي. دي من ناحيه بقى المتابعه. غير كده احنا عندنا برضو في الشركه برودكتس، حاجات بتسد الشهيه، يعني جانب مساعد او مهم واساسي ان الناس تقدر تخس ازاي بشكل صح وامن. اكيد طبعا، يعني هي حاجات طبيعيه. خلينا ناكد على النقطه دي لاصدقائنا ان دي منتجات طبيعيه 100% وان ما فيش فيها خطوره ولا اي حاجه مع استخدامها لكل فئات العمريه. لا خالص، احنا اصلا واخدين معانا التصريح من هيئه سلامه الغذاء والدواء والصحه برضو، فاحنا معانا الترخيص ان هي كلها حاجات امنه، حاجات طبيعيه، ما فيش كيميكلز. بالعكس، احنا اصلا فيها فيتامينز بتساعد مرضى السكر ومرضى الضغط. هنتكلم بقى في النقطه دي، هقول لك اشرحي لي. احنا النهارده هنتكلم على انه في ناس كتير زيي وزي ناس ممكن تكون في ناس زيي وفي معظمنا دايما عايز يخس بس بطريقه سهله وطريقه امنه، ما تعرضنيش ان انا اخد حاجه لا قدر الله تشتغل على المخ على القلب. بالزبط. لانه الحاجات دي بجد في ناس بتعملها اونلاين وما بتبقاش ومنتشره جدا كويسه وما بتبقاش مرخصه وما بيبقاش ليها اساس من الصحه. صح. طيب احنا دلوقتي عرفنا الشركه وعرفنا ان هي الحمد لله البرودكتس مرخصه من وزاره الصحه، فده الحمد لله. لا تمام، نتكلم بقى عن البرودكت. احنا هنتكلم عن الانسيليوم. انا عارفه ان هو منتج طبيعي 100%، ممكن حضرتك بقى تشرحي لنا مكوناته ايه وهو طبيعي ليه عشان برضو اصدقائنا يعرفوا كده. الاول عايزه اوضح نقطه، ان في ناس بتبقى فاكره ان منتج الانسيليوم ده حاجه واحده. احنا عندنا كورسات كويس. يعني الكورس الواحد متكون من كذا حاجه، في مثلا لو حد مثلا عايز يخس 2 3 كيلو غير اللي عايز يخس 10 كيلو غير اللي عايز يخس 20 30 وفي حالات بتوصل لل 50 كيلو. فطبعا كل حاله وطبعا الحاله الصحيه ليها الكورس بتاعها. هي دي بقى برضو ايه وظيفتنا كفريق طبي، ان احنا بنرشح لكل حال عميل الحاله والكورس المناسب ليها. نيجي نتكلم مثلا الاول عن اول كورس. مثلا عندنا الياف الانسيليوم دي عباره عن ايه؟ عباره عن الياف طبيعيه جدا، دي زيها موجوده في خضار في الفاكهه في حاجات كتير جدا. وظيفتها ان انا لما هو باكت كده بحطه على العلبه. يا دكتور ممكن تمسكيها نشوفها. الانسيليوم دي باكتس جواها كده تقريبا 30 واحده. بالظبط. احنا ممكن هي بتبقى عباره عن زي اكياس صغيره بنفضيها على نص كوبايه ميه كويس. وبعدين بتعمل هي بقى بتعمل بالكينج، يعني انا لو مثلا ما شربتهاش دلوقتي بتفضل تنفش هو دي وظيفتها في المعده. ان هي بتنفش وبتاخد مثلا من تلتين لثلاث ارباع مساحه المعده. فانا بيتبقى لي
اخر ربع هو ده بقى اللي انا هلعب عليه بقى كدكتوره التغذيه اللي هتتابع مع العميل، ان انا هملالها بقى الربع دوت بالنظام الغذائي الصحي. كويس. فاحنا كده سدينا الشهيه بمنتج طبيعي جدا ما فيهوش اي خطوره. وكمان في حاجات تانية مثلا زي كبسولات الاناسيليوم دي عباره عن ايه برضو، في ان هي فيها ماده اسمها جورسينيا كامبوجيا، دي عشبه طبيعيه بتعمل عشبه رائعه هايله جدا. لان دي ايه، في ناس الناس اللي بتعاني من السمنه عندها ايه اكتر حاجه بتحبها الاكل، يعني الناس بتجي لنا انا بتقول لك انا بلاقي سعادتي او بغير مودي لما باكل. فانا ما حدش زعلانين بناكل فرحانين بناكل بالظبط. فانا ما ينفعش حد يبقى متعته في الحياه الاكل وانا اجي مره واحده اقول له امنع ما تاكلش وقف. فالماده ديت اللي هي الجورسينيا اللي موجوده في كبسولات الاناسيليوم بتقلل شراهه النشويات والكربوهيدرات. فانا دلوقتي بخلي انه الشراهة او ان هو عايز ياكل هو نفسه خلاص، يعني انا اديتك حاجة منعت او قللت الشراهة اللي عنده او ان هو ياكل كميات كبيرة. كويس. برضو الناس اللي بتحب الحلويات عندنا سكر السيسل ده يعني هو احلى حاجة فيه، انا بحبه جدا لانه ما بيغيرش طعم اي حاجة انا احطها عليه، سواء حاجة ساقعة حاجة سخنة ممكن يتحط في الفرن اعمل بيه مثلا كيك حاجات كوكيز صحية. هو مسموح انه احنا نستخدمه في الساخن؟ طبعا. ان هو في ماده اسمها السكرلوز دي واخده ابروفد من FDA وزاره الصحه برضو، ان هي بتدخل الفرن بعمل بيها اي حاجه من غير ما بتتفاعل مع الحاجات مع الحراره. انا هجرب مثلاً يا دكتور وهقول كل حاجه. جربيه وهيعجبك. ايوه. ده اول كورس مثلا. في عندنا بقى الكورسات المكثفه، عندنا كورس كلنا بنحبه اسمه كورس الاراده مثلا. الكورس ده للناس الانتوخه شويه. انتوخه يعني بتاكل واثنين مش عايزه تتحرك. ايوه. فلو احنا هنخسسك يعني هنخسسك برضو، مش عايز تتحرك هتخس. فالكورس ده بيعتمد برضو انه احنا بيبقى في مثلا اللي هو الكبسولات الاناسيليوم، في الياف الاناسيليوم، في حاجات تانية بتزود الحرق، بنقلل الدهون نسبة الدهون، وفي بقى الدهون العنيدة اللي هي بتبقى في اخر كام كيلو دول، فبنحتاج ان احنا ندي للجسم كده زي زقه عشان يفضل الحرق على طول شغال. طيب احنا كده اتكلمنا وهو حاجه امنه، قولنا بقى هو مكوناته ايه كمان؟ انا عارفه ان في فيتامين سي وعارفه ان في حاجات، اكلمينا عنها بقى يا دكتور. الاناسيليوم فيه فيتامين سي، الفيتامين ده طبعا مهم جدا ان احنا عندنا بيزود المناعه. برضو انه مثلا في ناس بتيجي تشتكي ان هي ما عندهاش حرق او حرقها ضعيف او حرقها وقف. فيتامين سي ده من الحاجات المهمه جدا اللي لو نقص في جسمي انا هلاقي نفسي مش هخس. فاحنا حطينا يعني اهتمينا جدا ان احنا يبقى فيه فيتامين سي عشان يكمل عندي، يزود المناعه، يدي نضاره لبشرتي، لان الناس اللي بتخس يقول لك ويقول لك كمان حاسس وشي بهتان وشعرنا ساعات بيتاثر بالظبط. ففيتامين سي ده بيساعد الجسم جدا على حاجه زي كده. وفي ماده برده اسمها البرومالين ديت بتشتغل على الدهون الثلاثيه اللي هي دي اهم يعني اخطر انواع الدهون اللي المفروض انا ما يعني اتخلص منها او ما تبقاش موجوده في جسمي. فهو بيشتغل على الدهون ديت ان هو سهل ان هو يعني بيشيلها من الجسم، وبالتالي الضغط كمان لو احنا تخلصنا من الدهون ديت هنلاقي ضغطنا ظبط، حمينا الجسم. لسه هسألك بقى يا دكتور، اصحاب الامراض المزمنه الضغط والقلب والكوليسترول والسكر. دول يتعاملوا مع الاناسيليوم بشكل امن بالنسبه لهم ولا يعني ما ينفعش؟ لا امن جدا. هو ده كان هدفنا في شركه اون تارجت فارما، ان احنا عايزين نوصل لكل الناس من اول الاطفال لحد الناس الكبيره، الناس اللي بتتحرك، الناس اللي ما بتتحركش، الناس اللي عندها امراض مزمنه، الناس اللي عندها انيميا، نقص فيتامينز. يعني احنا كان هدفنا ان احنا نعمل مجموعه توصل الفيتامينز للجسم، نخسسهم، نحافظ على صحتهم، يعني حاجه كده بنديهم هديه لحد البيت بنوصلها لهم. طب يعني دي حاجه حلوه، لان في ناس كتير حرام منهم حبايبي وامهات وسيدات جمال جدا حابين ده بس بيخافوا، لانه طبعا مش عايزين حاجه تتعارض مع اكيد الادويه او العلاج اللي بياخدوه، سواء مرضى قلب او سكر او كوليسترول كمان بيفرق جدا يا دكتور. اكيد طبعا. طيب احنا دلوقتي معانا اسئله من اصدقائنا عشان احنا وعدناهم ان احنا هنرد على كام سؤال مع حضرتك النهارده. طيب عندي اول سؤال بيقول استخدمت منتجات تخسيس كتير جدا سواء من الصيدليه او من على النت، في اللي جاب نتيجة بس لما بطلته زدت أكتر من الأول، وفي اللي ما جابش نتيجة أصلا معايا، نفسي أخس ومرجعش أزيد تاني، ممكن تساعديني؟
أكيد طبعاً، يعني إحنا موجودين هنا عشان نساعدهم. أوكي. أكيد طبعاً في الأول هي لازم تتواصل مع الشركة معنا عن طريق الأرقام. أو نقول بقى طرق التواصل بعد إذنك يا دكتور. إحنا كده معنا أرقام دي شركة أول تارجت فارما ظاهرة على الشاشة، والأوفيشال بيجز بتاعتنا على الانستجرام أو الفيسبوك، وعن طريق برضو الأوفيشال بيج بتاعت دي الصفحة الرئيسية بتاعت الشركة، صح كده؟ تمام، أيوه. أون تارجت فارما على الفيسبوك، وموجودين برضو على انستغرام، وطبعا دكتور نهال حافظ دي الصفحه الثانيه للفيسبوك بتاع الدكتور نهال، صح كده؟ خبيره التغذيه موجوده برضو على الانستغرام وعلى الفيسبوك، يقدروا يبعتوا لنا مسجات واحنا الفريق الطبي هيتواصل معاهم. هناخد بقى طبعا الهيستوري بتاعتهم، لو بياخدوا ادويه، عملوا دايت، دي طرق التواصل. بالنسبه بقى للسؤال، هي حبيبتي مش عارفه بقى تعمل ايه، عايزه نفسها تخس بس ما ترجعش تزيد تاني. هي اول حاجه غلط عملتها ان هي جربت ان هي تاخد منتجات، لان في حاجات دلوقتي كتير منتشره جدا، يعني مش عارفين مثلا ايه المصدر، او حاجات مش امنه او بتتعارض مع مثلا قدرت تسبب لها مشكله في حاجه بالظبط. فاحنا لازم فورا اي حاجه انا مش عارفه المصدر بتاعها، او مثلا المواد بالظبط ايه المتكونه منها، انا لازم ابعد تصريح عنها. ولا لا بالظبط، دي اهم حاجه، فانا لازم ابعد عنها. فاحنا دلوقتي طبعا اكيد هنعمل لها نظام غذائي لو هي تتواصل معانا، اكيد هنعرف ان شاء الله نظبط لها النظام الغذائي، وهنرشح لها الكورس اللي ينفع لها. برضو هي دلوقتي مثلا هي ممكن تكون في حاله عدت منها معاها وهي مش حاسه قوي، ممكن تدخل على فتره اكتئاب. ان مثلا لو انا حسيت ان انا دخلت عملت دايت وما خسيتش، او خسيت مثلا، في ناس بتخس ممكن 100 جرام يعني حاجات بسيطه، حاجات قليله جدا، كيلو 2 كيلو ماكسيمم في فتره طويله بالظبط. فاحنا كده هندخل في حاله اكتئاب، فدي برده عندنا حاجه المورينجا، يعني دي حاجه معروفه وحلوه جدا، اعشاب المورينجا بتتشرب زي الشاي، دي بتعمل يعني بتحسن المود بتاعنا، بتخلينا يعني ان احنا عشيتها وهنحتاج حاجات سخنه كتير قوي. بالظبط. فالحاجه دي يعني عشبه المورينجا دي اصلا ليها لو قعدنا كده من هنا على فوائدها يعني حاجه هايله جدا. فبجانب ان هي طبعا بتخسس وبتعمل حاجات كتير حلوه جدا في الجسم، اهم حاجه ان احنا بنلعب على نفسيه العملاء بتوعنا، احنا اهم حاجه نفسيتهم. ما ينفعش ان انا اخليه يعمل دايت وهو مش مهيئ نفسيا، او هو متضايق زعلان. فاحنا برده كان هدفنا في الشركه ان احنا نحط حاجه تحسن لهم مودهم شويه، او يعني المورينجا دي بتروق الذهن، بتدي نشاط طاقه. في ناس يقول لك انا حاسه ان انا ما عنديش طاقه، خملانه، زهقانه، فالمورينجا دي بتبقى ساعتها هنحطها في الكورس معاها، حاجه مهمه جدا مساعده ان هي تحسن الحاله المزاجيه وترفع المود بتاعها والاكتئاب اللي عندها. هنرشح لها طبعا ان في وزن يعني سمنه، هنرشح لها كورس برده اللي هو الاناسيليوم، الياف الاناسيليوم، وممكن نديها الكبسولات برضو عشان تقفل عندها الشراهة ناحية النشويات، وهتتبسط يعني هتلاقي نفسها وصلت للي هي نفسها وقت فيه. التثبيت بقى يا دكتور بتستمر برضو على أناسينيوم وتاخده الفترة لحد ما يعني ما تبقى هي في ثبات وزن بشكل كويس؟ اكيد ما ترجعش تاني تزيد، هتفضل. او كمان احنا بالنظام الغذائي مع الكوش، هي يعني هو مستحيل ان انت ترجعي تتخني تاني، يعني ان احنا زي ما بقولت لحضرتك ان احنا لازم نهيئ العميل ان يبقى ده اللايف ستايل بتاعته، في طريقه ثقافة الاكل بقى في التغذية دي، ثقافته بقى بالظبط، يعني ده دورنا ان احنا نظبط له السعرات بتاعته في اليوم، وياكل كل اللي هو عايزه، احنا ما بنمنعش حد، مش فيش حرمان، ما بحرمش، ما بقولوش كل ده لا، كل اللي انت عايزه، بس هنظبط السعرات بتاعتنا، هنحاول نستخدم اكتر بدائل صحيه، نبعد عن الزيوت المهدرجه، السكر الابيض، سكر سيسل طبعا، حاجات تقفل الشهيه، حاجات بتزود الحرق. فانا كده يعني لميت له كل حاجه، ظبطت له النظام، اديته الحاجه اللي هو محتاجها، فهو هيخس. ما عندناش يعني الحمد لله ما فيش اي حاله من اللي خسوا عندنا قالوا ان هم رجعوا زادوا تاني، بالعكس مبسوطين ومكملين كمان معانا. طب الحمد لله. ناخد سؤال تاني يا دكتور، مستعدة؟ أكيد اتفضلي. طيب عندنا بقى سؤال تاني، أو بيقول إيه بقى، أنا وزني وصل ل 115 كيلو وعندي 37 سنة، بعاني من خشونة عالية جدا في الركبة وفقرات الرقبة وأسفل الظهر، والدكتور قال لازم أخس، بعمل دايت مع نفسي لأني مش قادرة أنزل لدكتور وأقعد في العيادة بالساعات، ظهري مش بيتحمل بس بخس بسيط قوي، وده مسبب لي إحباط، ممكن تفيدوني أعمل إيه؟ أكيد طبعا، يعني
احنا شركة اون تارجت فارما موجودين عشان الحالات ديت اللي مش بتقدر تنزل العيادات او بتقدر تتحرك. في ناس كبيرة في السن مع ان هي سبعة هي صغيرة لسه، بس في ناس تانية بتبقى كبيرة ما بتبقاش قادرة على الحركة اصلا يعني، وبيبقى الدكتور طالب منها تتحرك وتعمل مجهود، فاحنا بنسهل الموضوع ده. احنا اللي على فكرة يا دكتور خشونة الركبة دي ما بيجيش الناس الكبار بس، بتيجي الناس الرياضيين كمان. يعني انا لما رحت زمان لدكتور عظام صدقيني والله كان عمري حاجة 22 سنة، قال لي بتيجي للرشاقة الزايدة عن اللزوم وتيجي للناس اللي عندهم سنة زيادة عن اللزوم. فملهاش علاقة يعني، بس هي ملهاش علاقة، بس هي مرتبطة أكتر طبعا بالسمنة. يعني لما بتزيد طبعا، وخصوصا هي اشتكت من ظهرها، إذا هي في كمان فقراتها متركز عليها الدهون. حمل أكيد الدهون بتضغط على فقرات الرقبة، على الظهر، على الركبة. بعد كده أصلا لو استمرت بالوزن ده هتلاقي نفسها هي مش قادرة تتنفس، نهجان قلبها. بدأنا بقى ندخل في قصة في حاجات تانية كتير. فمثلا الحالة دي محتاجة طبعا الكورس المكثف، ان انا اديها الياف الاناسيليم، حاجة هتملي المعدة عندها، تحسسها بالشبع، مش هتبقى عايزة طول اليوم تاكل او تلقط. احنا كارثتنا في النقنقة، طول اليوم يقول حضرتك نقنقي في البيت وتعالي تعشي عندنا. هي النقنقة دي. وطبعا كبسولات الاناسيليم عشان برضو نقلل شراهة السكريات والحلويات. وبرضو ممكن نديها المورينجا، هتبقى هايلة جدا ليها، تحسن مودها طبعا. لان احنا لما بنروح مثلا لدكاترة العظام او بنشتكي من الفقرات، دايما الدكتور تبقى بقى لو حاله يعني سيئه قوي يقول لك مثلا هنحتاج نغير من مسامير، حاجات جراحه. فطبعا صاحب يعني الشكوى بيبقى نفسيا طبعا محطم في الارض. فبنقوم حاطين بقى المورينجا، عشان زي ما قلت لحضرتك من شويه ان هي بتحسن المود جدا وبتخلي الناس رايقه، لان التوتر اصلا بيرفع عندنا هرمون الكورتيزول، بيوترنا، بندخل في اكتئاب، وده هيمنع الحرق اصلا. يعني الهرمون ده لو اترفع عندي في جسمي انا كده بدمر حرق جسمي، مش هخس خالص حتى لو حاولت اخس. تمام. فلازم نهيئها نفسيا، نهديها، نطمنها ان هي اكيد معانا ان شاء الله هتخس، بس تتواصل معانا على الارقام من الشركه. واكيد هتوصل للوزن اللي هي عايزاه والوزن المثالي. يعني هي ما ينفعش نقول لها خس 2 3، لا، هي لازم توصل للوزن المثالي، يعني تنزل كل الدهون يعني الضاره اللي في جسمها. وتبدا بقى تاخد حياه جديده، فهتاخد لها فتره برضو على الاناسينيوم اكيد. لازم لا، هتكمل عليه فتره كبيره، وهي لما هتتبسط ولما تلاقي من الاول مثلا بدا الوزن اسبوع عن التاني، اختلف في الميزان، اختلفنا في الدهون، اختلف في صحتنا، بقت احسن، هي هتتبسط وتبقى عايزه تكمل طبعا. في سؤال مهم قوي، اتفضلي. مهم بالنسبه لي انا شخصيا. اتفضلي. واحده صديقه بتقول انا مش باكل طول اليوم بحكم ظروف شغلي، وباكل وجبة واحدة بالليل لما برجع البيت، هل الكورس ممكن يخسسني في الحالة دي؟ دي من احلى الحالات اللي احنا ممكن تجيلها. واسهلها بجد. اكيد طبعا، هو بحكم ناس كتير شغل، ناس كتير ان هي بتبقى مثلا مش قادره تاكل او على موضوع تقسم وجباتها، بتبقى مثلا وجبه واحده، ساعتها اكيد كورس الاناسيليم هيخليها تشبع ومش هيخليها تبقى جعانه طول اليوم، لان زي ما قلت لحضرتك النقنقه دي هي اللي بتبوظ الدنيا. فكورس الاناسيليم طبعا الالياف حسسها بالشبع، هتقلل بقى نسبه الكم اللي بتاكله بالليل، عشان هو ده اكتر حاجه بتخزن دهون بقى. بالظبط. ان كمان احنا بالليل، هو مش فكره الاكل بالليل اللي بيتخن، هو الاكل بالليل ونايم بعده، ونايم ما بقاش لازم 4 ساعات 3 ساعات مثلا. عشان يعني يبقى الدهون بدات تتحرق شويه، 10 دقايق ربع ساعه كده يتمشى يعمل اي حاجه، هيأثر على الجهاز الهضمي بتاعي والهضم وكل حاجه. الهضم وكل حاجه بالظبط. فاكيد طبعا كورس الاناسيليم عندها هيبقى عامل اساسي في الروتين اليومي بتاعها، يعني ده حاجه مهمه جدا. طيب قول لنا بقى لو حد من المشاهدين حابب يتواصل معاكوا يتواصل ازاي، عشان نبقى برضو اكدنا في اول حلقه واخر الحلقه. عن طريق الارقام اللي تظهر على الشاشه دلوقتي، والاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الانستجرام، دي الصفحه الرئيسيه. ايوه للشركه. والفيسبوك، وطبعا البيج بتاع الدكتور نهال حافظ، دي واحده ثانيه على الفيسبوك برضو تواصل من خلال دكتور نهال، او على الانستجرام دكتور نهال حافظ برضو موجوده على الانستجرام. كويس جدا. ودي اون تارجت فارما على الانستجرام، وبرضه في صفحه تانية لدكتور نهال لو عايزين، صح كده؟ بالظبط. طيب احنا كده يعني قولنا بقى نصيحه كده قبل الشتاء، يعني ايه اللي نحاول نمشي عليه، يعني نعمله احنا في حياتنا، عشان اللي حابب ياخد الاناسيليوم سواء بيحافظ او سواء هو محتاجه عشان ينزل من وزنه يوصل للوزن المثالي بتاعه. نصايح سريعه مهمه في حياتنا يا دكتور. اهم حاجه نبطل نقنقه، نقنقه بلاش، نقلل نمنع السكر الابيض،
نستبدل زي ما قلت اي حاجه ببدائل صحيه. عندنا سكر السيسل سكر دايت، لو انا هاكل وجبه مثلا دسمه اي حاجه هاخد الانسيليوم على ربع كوبايه، بس اهم حاجه اشرب بعديه كوبايتين ميه عشان يحسن عندي حركه الامعاء ويحسن الهضم ويديني البالكينج النفشه اللي انا محتاجاها دي. وطبعا احنا عندنا برضو اللي هو الجرين كوفي بطعم الموكا، برضو الناس اللي بتحب السوائل في الشتاء كتير. طبعا حاجات السوائل اللي بره بنشربها هتخنا ونخلينا قاعدين في خلينا حاجات طبيعيه حلوه قوي. دي بترفع الحث وبتخسسنا طبعا، وبنشرب اللي احنا عايزينه في الشتاء وهنعرف نتدفى كويس يعني. حبيبتي يا دكتور مرسي ليكي بجد سعيده بوجودك معايا النهارده. اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، دكتور مي عبد اللطيف اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لدى شركه اون تارجت فارما. اهلا بحضرتك وشرفتينا. وطبعا بشكر حضراتكم لحسن المتابعه، تحيه لحضراتكم من خلال شاشه قناه الاهلي كل متابعينا الكرام، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم في حلقه جديده على الف خير وصحة وسلامة وسعادة، والسلام عليكم.